هلو هلو، هاليوم اجتني هدية من تيمو. خلينا نشوف مع بعض. هاي سيفة أثناء الحمام تقدروا تفركوا ظهركم فيها، بتتلزق على الحيط. وهاي برداية لبنتي، كتير لونها حلو، موديلها حلو. وكمان هاي جاي رف بدي أحطها بالحمام، أحط فيها الشامبو، شي هيك بيخص الحمام. هالمرة وصيت شغلات ناعمة، هدول لأنه لازموني. هاي أمينة كمان لبنتي جبتها، كتير حلوة. وبصراحة بعد ما اشتريت هات نزلوا جديد بالأكشن، لو بعرف ما كنت وصيت. هدول الرياش اللي بتنظفوا أدانيكم من وقت بتطلعوا بالحمام، هاي أنينتها كتير حلوة، بتقدروا تحطوا فيها وطلعوا واحدة واحدة منها. هلا منزلينها بالأكشن، بصراحة ما كان موجودة بالأكشن. بعد ما وصيتها كتير حلوة مرتبة. وهاي ساعة وصيتها كمان لابني، كتير حلوة، هو بحب ساعات كمان، بدو عيار. صبايا هاي كاميرا كتير عجبتني، أخدتها لغرفة ابني. أحيانا في وبيخاف أو هيك ما بيغطي حاله على السوا. إذا عندكم أطفال صغار كمان تحطوه بالغرفة لتراقبوها، كتير حلوة، بتشتغل على أنترنت. وإذا بدكم تسجلوا كمان بدها كارت ذاكرة. إذا بدكم مباشر، هو له برنامج بتنزلوه على التليفون وفيكم تشوفوا. هلا هاي انا نزلت، هلا شوفوا الكاميرا بايدي عم بدورها بالغرفه، وعلى التليفون مباشر عم بتفرج. اللي عندهم اطفال صغار ممكن يلزمون يحطوا بالغرفه ويراقبوهم. عجبتني الفكره. واذا بتحبوا كمان انتو تربحوا وتجيبوا شغلات حلوه من تيمو، تنقوا غراض، ونفس الوقت هي إلها لعبة بتلعبوا، وكمان انتو بتربحوا نفس الوقت.